مرحبا بكم من جديد في هذا الموعد المباشر من برنامج المجلة الصحية. موضوعنا اليوم باش يكون خاص بالموت الفجئي واللي سبب فيه بطبيعة موت فجئي، معناها قلب وقف ما عادش يدق. لشكون الموت الفجئي؟ بالنسبة للكهول، بالنسبة أيضا للناس المتقدمين في السن والناس اللي عندها مشاكل قلب وشرايين، وأيضا بالنسبة للناس اللي ما عندهاش مشاكل في القلب والشرايين، حتى نتحدث على أهم الأسباب وشكون هم المعنيين بذلك وفي أي ظروف خاصة وين نشوفوهم. ثم سنتحدث عن جهاز هام جدا أنه يكون موجود بالأماكن العمومية لإنقاذ حياة الناس اللي يصير لهم مشاكل القلب فجئية واللي تؤدي بوفاتهم إذا كان ما نتقدموش بالإسعافات الأولية اللي هي تكون حينية وفي المكان اللي صارت فيه المشكلة الصحية. إذن كما قلت باش نتحدث على هذا الجهاز اللي هو ما يسمى بجهاز إزالة الرجفان أو الصاعق الكهربائي، كما قلت لازم يكون موجود. بإمكانكم إذن التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني عنوانه santé@tunisietv.tn حتى نتحدث مع بعض ونتواصل، كذلك عبر رقم هاتف مباشرة 71 800 814. نبدأ بتقديم ضيوفي اللي حاضرين معنا حتى نثري هذا الحوار. يحضر معنا الأستاذ والدكتور محمد غنام، وهو باحث ومختص في أمراض القلب والشرايين، رئيس قسم بجونيس بفرنسا، سيادتك كذلك رئيس الجمعية الفرنكوفونية لأمراض القلب والشرايين. مرحبا بك دكتور، وبطبيعة أنت نائب في مجلس النواب وطبيب مختص في أمراض القلب والشرايين. الحمد لله على سلامتك، مرحبا بك في تونس. بارك الله فيك. ما جيتش بحذانا لأنه صار لك تواعك صحي وصار لك حادث، الحمد لله جاي باللطف. عملت عملية على ساقك، باللطف عليك، حتى في المجلس فقدوك كذلك. فقدوني. لا والله يعملوا منيح، خاطر وقت اللي جيت يعني ثم واحد اخذ الكلمه وقال الدكتور كلمه ريناها مباشره الحمد لله عليك، صفقوا بارك الله فيهم من الاخوان، الحقيقه عملوا معايا منيح برشا. مرحبا بك دكتور عشان. وحمد لله عليك وحمد لله على سلامتك. ويحضر معنا لاول مره، استدعيتك برشا مرات دكتور لكن ما سهلتش القدر أنك تكون بحذية، الدكتور سالم عبد السلام وهو أمين مال الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين. مرحبا بك دكتور، مختص في أمراض القلب والشرايين. بارك الله فيكم وأنا سعيد بالاستضافة. طبيب سابق بمستشفى غنومي اللي هو مستشفى الرابطة قسم أمراض القلب والشرايين، كذلك أيضا سيادتك كنت في فترة قصيرة ماهيش طويلة كنت رئيس قسم بالمستشفى الجهوي ببنزرت. مرحبا بك. بارك الله فيك. إذا قبل ما نبداو تحضروا أنتم أيضا تداخل مداخلاتكم وأسئلتكم، روبورتاجات تتخلى البرامجنا بطبيعة هي تغطية لمؤتمرات نبداو وتظاهرات أيضا طبية. اليوم العالمي لمكافحة مرض فيروس نقص المناعة المكتسب السيدة كان يوم غرة ديسمبر، فعاليات هذا اليوم التحسيسي، ثم نعود كان بمدينة العلوم ثم نعود. مرض السيدة من أكثر الأمراض المزعجة والتي يهابها الإنسان، رغم أن تفاديها ممكن وسهل، وهو الابتعاد عن العلاقات الجنسية والسلوكات الجنسية الغير محمية والابتعاد عن المخدرات وتعاطي الحقن وغيرها. نحاولوا باش نعديو دي ميساج باش نرسخوا ثقافة جديدة لدى المواطن وخاصة لدى الشبان على الوقاية والتوقي من مرض السيدة. دونك نعملوا برشا تظاهرات في الجمهورية الكل تصير، احنا من قبل نحضروا النهار اليوم معناتها قبل بثلاثة شهور نبداو نخدموا عليه، انه نبعثوا دي كوريي للمستوصفات في الجمهورية الكل على انهم في كل مستوصف ماذا بينا يعملوا حصص توعية وحصص تثقيف لدى المواطنين ويبرمجوا انهم اليوم هذايا مثلا اليوم سبت لا اما مثلا نهار الاثنين ثلاث شهر ديسمبر على مدى شهر ديسمبر يمشيوا للمدارس يمشيوا للمعاهد يمشيوا للكليات ويعملوا دورات تثقيفيه وتكوينيه على كيفاش الشاب يتوقع من مرض السيدا والمخاطر نتاعو وكيفاش يليفيت. دونك هذه تثقيف وتوعيه. التعايش مع مرض السيدة أصبح ممكناً ولم يعد ذلك المرض القاتل فقط إذا التزم المريض ببرنامج علاجي وصحي معين، وهو عمل الجمعيات المعنية للإحاطة بالمريض وتوجيهه. احنا من
نخدموا برشا على التوعية والتثقيف والإحاطة بالأشخاص المتعايشين بالأشخاص المتعاطي المخدرات عبد الحقن وعاملي وعاملات الجنس، نخدموا معاهم وعلى طول العام، وعندنا برامج خاصة بيهم وباش يحميوا هما رواحهم ويحميوا غيرهم باش ينقلوا الامراض المنقوله جنسيه والسيدا والهباتيت التهابات الكبد الفيروسي. ثم اقبال، علاش؟ خاطر احنا ملي نحكيوا مع الاشخاص هذوما نبنيوا بيناتنا علاقه ثقه، يجيونا كي يجيو الجمعية يبداو مرتاحين، خليهم مرتاحين لانه عندنا في الجمعية رقم انفوسي دا هباتيت اي دروغ، الناس يطلبوا على الرقم هذا اللي هو 70 241 777، يطلبوا الاشخاص نعملوا معاهم علاقه، نعملوا معاهم علاقه ثقه بيناتنا ويجيو الجمعيه يحلوا ويتمتعوا بالخدمات نقدموها في الجمعيه، هي التوعيه والتثقيف، التحليل الخاص بالسيدا لباتيت وبعض المتابعة. احنا الجمعية متاعنا تخدم على التثقيف والتوعية في خصوص المرض هذايا، نعملوا الإحاطة الطبية الاجتماعية والصحية للمتعايشين، نعملوا الإحاطة زادة بالنساء الحوامل المتعايشات دونك نتبعوهم في معناها باش ان شاء الله نقصوا من انتقال الفيروس نقص المناعه هذيا من الام الى الجنين. وتعرف احنا تبعنا الاستراتيجيه الوطنيه اللي تعملت تفعلت من عام 2005 في بلادنا، دونك ولات توا في الجمهوريه التونسيه هالاستراتيجيه من التقصي المبكر عند الفيروس نقص المناعه عند النساء الحوامل. تبقى الحلول الأمثل للوقاية من مختلف الأمراض خاصة الخطرة منها وهي التغذية السليمة، الرياضة، الابتعاد عن العلاقات الغير محمية والمخدرات. جمعية أمنيتي ككل سنة تجمع الأطفال المرضى، مرضى الموجودين بمستشفى بشير حمزة بباب سعدون، وكذلك الناس اللي تساهم وتساعد في هذه الجمعية كانوا حاضرين كذلك. تجمع أيضا السفراء يهمهم أنهم يدافعوا ويهمهم أنهم يكونوا متحسين ويحسوا تجاه مرض السرطان. إذا نشوفوا فعاليات هذه الجمع اللي صار واللي تقوم به كما قلت جمعية أمنيتي، وكان هذه السنة بمقر سفير فرنسا أوليفييه بوافغ دافو. ثم نعود. كعادتها تسعى دوما جمعية أمنيتي لتحقيق أحلام الأطفال المرضى خاصة بالسرطان، وتنظم لهم يوما ترفيهيا للخروج من أجواء المستشفى وغيرها. جمعية أمنيتي هدفها تحقيق أمنيات الأولاد المرضى أمراض مستعصية وخطيرة. كما شفتوا الأولاد بحذانا اليوم جايين باش يقضيوا أوقات ممتعة وخيالية، تخرجهم من متاعب العلاج ومتاعب الكيميائي ومتاعب المرض. حققنا أمنيات كل الصغار اللي يطلبوا منا أمنية ولا حلم، مثلا رئيس جمهورية، ملكة جمال تونس، مقابلة شخصيات رياضية، مقابلة مشاهير فنية، سيجور في فنادق من الفئة 5 نجوم، كل أنواع، يعني من الأنواع الكبيرة برشا للأمنيات الصغيرة برشا كيما البسكليت وكيما التابلت. Je suis très impressionné en tout cas par la démarche
انبهرت كثيرا بالنهج المتبع وهو أصلي والمتمثل في أهمية الحلم. فعندما نحقق حلم طفل صغير فإن جزءا من الحياة قد تحقق، وهذا ما قامت به أمنيتي وحققت للعشرات من الأطفال أحلامهم، أحيانا أحلام صعبة غريبة عادية طبيعية. وهذا جيد عندما تسعى الجمعية لإيجاد التمويلات اللازمة لتحقيق أحلامهم، فمريض أو لا فأنت تنتظر ما سيضيف إليك الآخر. اليوم العمل الإنساني يبقى العمل الأول بالرغم من كل المعطيات الغير مشجعة، تظل مبادرات ونشاطات مثل جمعية أمنيتي تشعل الضوء، تنير الضوء في وسط العتمة اللي موجودة في مجتمعاتنا وفي بلداننا. جمعية أمنياتي لها هدف نبيل، وهو يعني تحقيق أماني الأطفال المرضى وبالذات ذوي الاحتياجات اللي يعني اللي هي ممكن تبقى متأخرة في المرض. نحن أقول لك يعني سر، نحن نعمل الآن على محاولة ترتيب لقاء لأحد الأطفال التونسيين المرضى مع اللاعب الشهير محمد صلاح، ودي أمنيته وأنا بواخدها على عاتقي وإن شاء الله نعرف ننفذها، طبعا بالتعاون مع ست بوسينة وهي سيدة فاضلة ونشاطها المعروف في المجتمع التونسي، يعني شيء فخر لجميع التوانسة وجميع العرب كمان. هؤلاء الأطفال هم دائما محل متابعة، وتسعى الجمعية لتحقيق أمنياتهم مثل الطفل خليل. جمعية أمنيتي جمعية ما فهميش كيف في الدنيا، الحمد لله عملت أكثر حاجة في الدنيا اللي رجعت لي النور العينية، الحمد لله تحقق أماني صغار الكوليكا، وحاجة ذي حاجة بيها برش، معناها جمعية ما تصفش بالفرحة. أنا الحمد لله كرجع لي النظر وكل شيء، الحمد لله نحب نقرأ ولي حاجة كبيرة في الدنيا، نحب نعاون الجمعية هذه بحاولين ولي عضو منها، خاطر بجد جمعية تستحق. نشكرها من كل قلبي وما نجيش نرد لها مزيد. انا جيت هوني مستعيه من عند الدكتوره فضيله، هي جابتنا لنا باش نشارككم الاحتفال مع الجمعيه هذه. انت كيفاش عرفت الجمعيه هذه وعلاش دخلت لها الجمعيه؟ بالامبيونس اللي فيها والحاجات اللي تقدمهم لنا، سواء ترفيه ولا حاجة كيف هكا. والله الجمعية هي باهية، تعاون برشا صغيرات، بالأخص عاونتني أنا ومنتصر في لما نحق بروتيز باش نجم نمشي، ويعني تعمل برشا أمبيونس، تجي للزار تعطي كادوات في السبيطار وقت اللي ياخذوا في الكور يظلوا تعبين وكل شيء، تعاونهم تجيب لهم دي كادو وتعمل لهم أمبيونس باش يخرجوا من الحالة اللي هما فيها. يعني يجيوا اليوم صغيرات متاعنا قاعدين يتعالجوا في على اورام تاع دي كانسير دو لانفان، دونك خذينا منهم كلكوزان على خاطر مش كلهم ينجموا يسو دي بلاس ويجيوا باش يحضروا ليفينمون هذايا. دونك انا كونتون يعطيهم صحه جمعيه امنياتي، سي ان ايفينمون تري امبورطون اللي هو يحاس الصغيرات اللي هما صغيرات كيما الناس الكل، ايزون لو دووا باش يلعبوا يتفرهدوا ياكلوا اللي يحبوا، سو كي لو كا معناتها صغيرات ينجموا يعيشوا حياتهم عاديه اونتر غيومي افيك كلكو بريكوسيون كوميم، لازمهم يردوا بالهم على النظافه على الماكله اللي ياكلوها اكسيتيرا. دونك ليفينمون هذا سي امبورطون خاطر اي فا روندر لو سوريغ aux enfants qui ont عندهم الامراض هذيا. دونك هما يسوفي باش نعمل شويه مكياج حتى لهم شويه ميوزيك يشطحوا ينساو، سي سا كي جينيال عند الصغيرات. في مثل هذه المناسبات يسعى الجميع للمساهمه فيها لاعانه هؤلاء الاطفال ولو بالبسمه او بالاغنيه، فهي غذاء الروح. الامور هذه شفت مس الناس الكل، ولازم نكونوا سند للصغيرات هذوما ولازم ندعمهم ونشجعوا يعني التظاهرات هذه وكل الاعمال الخيريه اللي ممكن انها تعاون الصغيرات هذوما، هما في حاجه الى الدعم. الواحد فيه جانب انساني معناتها مغروس بطبيعته، ما ينجمش يتجاهل
يعني الامور هذيا وانا نرى انه واجب ان نكونوا حاضرين اليوم. Je trouve que c'est une cause vraiment magnifique de pouvoir déjà réunir tous ces enfants et les voir aussi heureux et je suis vraiment très contente d'être associée à Omniati et d'avoir pu chanter pour le petit Khalil à l'hôpital Necker en France. Au اليوم راح اجا غني trois chansons dont deux singles de mon premier album que je prépare. تحقيق حلم صعب ولكن لرسم ابتسامة على وجه صغير خاصة إذا كان مريضا فكل شيء يهون والمستحيل يصبح سهل المنال. إذن زميلنا نبيل أغلط في اسم سعادة سفير لبنان، نعتذر. هو سيد توني فرنجية سفير لبنان بتونس، وتحية لكل السفراء اللي كانوا موجودين بهذه الأمسية. إذن نعود إلى موضوعنا الرئيسي وهو الموت الفجئي. معك دكتور غنام، بصفتك مختص في أمراض القلب والشرايين وإعادة التأهيل وتأهيل أمراض ومرضى القلب والشرايين، ايضا مدافع شرس على هذا الاختصاص حتى في مجلس النواب، ونعرف اللي عندك مشروع تنقيح قانون تنحكيوا فيه بعد شوي. اذا دكتور، ايش معناها موت فجئي والخلل وين، ما هي اسبابه؟ في معناها اذا كنت تحبي ديفينيسيون صحيحه للموت الفجئي، هو الموت بعد ساعه من اول سينية، فهمتي؟ بازم يوجع قلبك وتموتي لا قدره، يموت في الساعه اللي بعدها قبل ساعه، تتسمى مورسوبيت، محسوب يعني يعطينا ساعه باش يوفى، يعطينا ساعه. اما في العاده ما يعطيش حتى ساعه، يعطي ثلاثه دقائق. اما باش نفهموا الناس شنو السكته القلبيه، لازم نعطوهم شنو معناها، تفسير مفهوم. انت وقت اللي تاخذي البو شنو تاخذ دقات ايه؟ القلب ايه؟ كل دقه القلب يبعث الدم في الشرايين، يضخ به، وما بين الدقه والدقه يتعبى بالدم باش من جديد يتعبى ويفرغ البومب ايه؟ يضخ. الموت الفجئي في اغلب الاحيان يجي من رجفان القلب. شنو هو رجفان القلب؟ رجفان القلب هو عطب في الكهرباء نتاع القلب، يولي القلب في عوض، في الريتم نتاع دقات القلب في عوض القلب يتعبى ويتفرغ، يتعبى ويتفرغ، يولي يرعش، يدخل بعضه، معناه يدخل بعضه، يولي ثم عطب في الكهرباء، يدخل بعضه كور سيركوي محسوب، ويولي يرعش. وقت اللي يولي يرعش ما عاد يدفع حتى دم، وتولي ما عادش، معناتها ما ثمش توقف دوران الدم، ويبانوا الدم دوران تاعو يغذي في العروق الكل، والمخ كان يغيب عليه 3 دقائق مشينا. هذه هي به يذوب المخ هكا، لا الدم ما يوصلش للمخ، المخ يذوب. اي المخ هو يلزمه السكر ويلزمه برشا حوايج، يجيبها له الدم باش ينجم يخدم. هذا هو معناها الحوايج، الانرجي والطاقه اللي يخدم بها ما عادش تجي، فهمتي؟ ما عادش تجيب الدم. به جهاز ازاله الرجفان القلبي هو ايش يعمل؟ هو يعمل تشخيص. مستنى عاد مشينا للجهاز قبل. إيه؟ خلينا نقعد في دقات القلب. اذا كان دقات القلب في هو ساعه يبدا يرجف، معنى العبد يحس بروحه قبل بساعه دكتور؟ لا 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 لا. وقت اللي انت باغزومبل واحد يعمل جلطه يوجع قلبه، يبقى يوجع فيه قلبه لين يجي الرجفان. اما وقت اللي يجي الرجفان وقتها القلب يرعش ودوران الدم يحبس. هذيك علاش عندك فجئي، على خاطر هذيك علاش نقولوا فجئي؟ نقولوا فجئي، وفات فجئي معناها يلزم الوفاه تكون في الساعه، اكثر وقت في الساعه اللي وجعوا فيها قلبه، فهمتي؟ ديما اللي تسبق هالمشكل هذا نتاع لاغي كاردياك فجئي، ديما تسبقه جلطه؟ لا 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 لا، ما تسبقه جلطه. تو مش داخليني عاد في الاسباب. اي الاسباب هما ثم زوز اسباب. السبب الاول هو واحد ما عندوش حتى مرض نتاع قلب او توكا معروف مرض قلب، ويقلوا هذه العطب في فجأة، يقلوا فجأة العطب في الكهرباء نتاعو في الريتم، ويعمل هالرجفان هذا
يموت في 3 و5 دقائق، علاش يلزم في فيسع؟ معناها الاسعاف يكون اذا وين ريناها احنا الراو في عند الكوارجيه، عند الكوارجيه، وكيف ما قال كره قدم صديقي هذوك محسوب يتعدوا في التلفزه ديريكتومون وكل شيء، حتى كان تجي في بعض الاحيان بما انها تلافز كل موجوده في التيران يعني. والحاجه الثانيه الرجفان هذا ينجم يكون عند انسان عنده مرض قلب، مرض قلب والاكثر هم اللي عندهم امراض قلبيه ويجي عندهم الرجفان، وخاصه الجلطه الجلطه القلبيه تنجم تتعقد بالرجفان. وديما الرجفان هذا قلت لك محسوب القلب ما عادش يتعبى ويفرغ، يتعبى يلي يرعش ويتعبى وما يفرغش، هذا هو والدوران القلب يحبس. به دكتور سالم عبد السلام، علاش انسان ما عندوش مشكل في القلب يصير له جلطه قلبيه، يصير له موت فجئي او اريكاردياك نقول احنا سكته قلبيه؟ باهي هي كما قال توا سي غنام، فما نوعين من الاسباب. فما السكته القلبيه للناس اللي ما عندهمش اسباب معروفه، انا نحكي اللي ما عندوش، اللي ما عندوش مشاكل في القلب، اي ما هي ما عندهاش اسباب معروفه، اما من بعد كي لوجوا بعد في الاوتوبسي خاطر الرجفان القلبي والموت الفجئي من الاسباب اللي نعملوا فيها اوتوبسي سيستماتيك. معناها نجموا نقولوا هو ما في بالوش بروحه وعنده مشكل في القلب. صحيح، هو ما في بالوش بروحه وعنده مشكل. كل سكته قلبيه هو فيها وراها مشكل قلبي؟ لا، مش كل سكته قلبيه فيها مشكله، فما مشاكل اللي احنا ما فقدش بهم وما فقش بهم المريض الانسان اللي توفى. اوكي، فما المشاكل اللي عند الشباب وفما المشاكل اللي عند الناس الكبار. هكا معناها بطريق معناها احتسابيا، المشاكل عند الاطفال وعند الصغار هما المشاكل الخلقيه في القلب. صحيح. ولا زاد فما اللي نسميهم لي فوا اكسسوار ولا فولف باركنسون وايت ولا الجماعه اللي يستعملوا في لي دروغ، فما اسباب اللي هي مربوطه بالاستعمال نتاع منشطات اتترا، هذوما الاسباب عند الشباب. والاسباب الخلقيه لوفر دوز مثلا، لوفر دوز مثلا تقتل مثلا. ومن الاسباب الخلقيه اللي معروفه هي انه العضله نتاع القلب تكون فيها الميوباتي اللي هو قصور في القلب، نوع خاص من القصور وشلل في القلب، ما يظهرش عند الولاده، أم يظهر بشوي بشويه ونجم يقضي على الناس، وهي ممكن السبب الاساسي عند السبورتيف. وثم الاسباب اللي هي مش خلقيه، الاسباب اللي هي مرضيه اللي هي لي كاردوباتي اسكيميك، معناها كي تاخذ العباد اللي هما كبروا بعد 40 سنه، السبب الاساسي هو الذبحه الصدريه والجلطه القلبيه كما قال سي محمد غنام، والذبحه الصدريه والجلطه القلبيه مش ديما تنبه. وقت اللي تصير الجلطه القلبيه كما قال سي محمد غنام يقول اه صدري راهو اعرف 40-50% باش يموتوا فك الساعه هذيك. الا باش يخلطوا للمستشفى من بعد وباش يكلموا 190 للسامي، ما لازموش يستنى طبيب، الا باش يكلم 190 ولا باش يمشي للاستعجالي، هما 50-60% اللي عاشوا. اما ديجا امرات سور دو راهو باش يقعد، معناها يتوفى ايميديتمون، فهمتني؟ في ظرف 20 دقيقة يصير رجفان قلبي يموت، أغلبيتهم يموتوا. ومن بعد فأغلبيتهم لا 40% و60% اللي وصلوا مستشفى، هنا اللي التطور التكنولوجي والتطور نتاع المداواة تتحسن، خاطر كان ناخذوا في الستينات كانوا 50% يموتوا، كان ناخذوا الآن نسبة الوفاة في المستشفيات تقريبا 2-3%. أنا أتفكر سي اون فوا وصلوا أتون، اللي وصلوا في وقته، خاطر اون فوا وصلوا أتون وقامت قام الفريق الطبي باللازم طبعا، معناها 2-3% اللي هي مورتاليتي هوسبيتاليير، والمورتاليتي الى عام تقريبا 5-10% حسب الجلطه كبيره مش صغيره، الموقع بتاع الجلطه. دونك هذوما الاسباب الاساسيه ولي بورسنتاج تقريبا. علاه نشوفوا رياضيين في الوقت اللي يلعبوا في ماتشات كره فما ياخذوا برخيصه وكفو برخيصه الله يرحمهم كلهم، وشفناهم بتبيعوا ميدياتيكمون، ايز ايتي تري تري معناها سيتي تري ميدياتيزي. اليوم نشوفوا ملاعب رياضيه للليزاماتور، معناها واحد يحب يمشي يعمل رياضه، نقول للصحه يلزم السلامه، يلزم تقوم بالرياضه، يلزمك على الاقل نص ساعه. رجال مكثر لاهين في الفوت ويلموا بعضهم ويمشيوا، ساعات يعدي شهر ما يلعبوش ويلعبوا مره في الشهر ولا يلعبوا كل جمعه، لكن صارت انه منهم سنتين التالي ذول اللي فما طبيب حتى. أيه. طبيب وهو بعد ماتش تاع كره وفي اثناء الماتش نتاع كره قدم فريد سيالا الله يرحمه. علاش علاش هذوما يموتوا وعلاش ديما اثناء القيام برياضه معناها؟ باهي حتى لو كان نسبتهم مش كبيره. سي محمد غنام نعرف هو يدافع عن الرياضه جدا ورياضي اكثر مني ظاهر. الرياضه في حد ذاتها هي اول حاجه ماهيش سبب قتل، معناها الناس اللي تعمل الرياضه راهي تموت اقل الناس ما تعملش الرياضه.
أما الرياضة تنجم تكون في حد ذاتها قتلة. كما واحد مثلا، نعطيك اكزامبل، واحد باش يعمل الدواء ياخذ بينيسيلين، عنده الرجي بينيسيلين، نجم بينيسيلين نقتلو. اما كي تاخذ لو بورسونتاج تاع العباد اللي يمنعوا بالادويه، اكثر من بورسونتاج تاع العباد اللي 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 يموتوا من الادويه. الرياضه دونك سبب من الاسباب لاطاله العمر ولتحسين الصحه، هذا ما فيهوش شك. مي ا كونديسيون. اما بقى ا كونديسيون، يعطيك الصحه. الرياضه يلزمها ان دوزاج، وساعات الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. أنا أتخذ إنسان اللي هو في عمر معين وعامل مجهود ويعمل في ماراثون وكل شيء، ممكن ما يعرفش اللي هو عنده انسداد في الشرايين. الرياضة تنجم تكون قاتلة عند الناس هذوما. الرياضيين الكبار زادة يلزمهم زادة متابعة صحية قبل القيام بالرياضة وقبل ما يدخلوا في الفريق. الرياضيين مش ديما عندهم فريق طبي والطبيب يشوف فيهم. يعطيك الصحة، فريق الطبي وان باي وان معناها، وما يدخل يلعب في فريق إلا ما يتعدى عسكري. يعطيك الصحة، فما الوقاية والتحذر من موت الفجأة هذايا. كل رياضي يكون عنده تخطيط وممكن يتعدى يعمل ليكوغرافي كاردياك يشوف طبيب قلب، اما هذا في حد ذاته مش باش يردنا يعطينا تو زيرو. صحيح. فما بعض الرياضيين الا باش يتعرضوا للموت الفجئي. هنا ممكن التوقي ما صارش، يلزم يكون فما قانون ويلزم فما امكانيات لازمه لانه يمنعك الرياضي هذاك سور تيران ونمنعوه. ومنهم الاجهزه هذه اللي باش نحكيو عليها اللي تمنع تمنع الرياضي، وهي لا بون جيستيون دو لاكسيدون سور تيران. فما فرق من ان لاكسيدون ما يصيرش، يا با دو ريسك زيرو، معناها انسان يعمل سبور لو ريسك ينجم يتيح، ينجم يتكسر، ينجم يصير الموت الفجئي من نتيجه القلب اللي هو مش كبير ياسر. معناها كي ناخذوا الموت الفجئي عند الرياضيين واحد على 100,000 راهو مش نعرف. لا نعرف، انا قلنا هو على خاطر وقع تخطيطه اعلاميا وظهر، على خاطر كان يلعب في ماتش وظهر، معناها للعيان والناس الكل تعرف قداش الناس تتبع الرياضه. دكتور غنم، كيما سالت على ناس الرياضيين، علاش الناس اللي عندها قصور في القلب او عندها مشكل قلب وشرايين ينجم يصير لها موت فجئي، بالرغم من انهم هما يتسموا مؤطرين، يعني عندهم طبيب يتبع فيهم، عندهم دواء ياخذوا فيهم، هل ينجموا نتفاداو موت فجئي عند الناس اللي عندها مشاكل في الامراض في قلب وشرايين؟ اي. وانا كي نحكي على الموت الفجئي نحكي على اهميه معناها الوقايه منه وانا ما نجيوش فيه. شوفي، الوقايه من رجفان القلب نجم تقع اذا كان ثم فحص طبي، وإذا كان ثم محسوب وقت اللي نعرفه اللي ثم واحد كما نقولوا الفراكسيون ديجيكسيون أقل من 35%، نعرفوه أكل الإنسان ذاك ينجم يموت برجفان قلبي ونجم يعمل معناها موت فجئي. نعملوله دي زاباغاي يعني ديفيبريلاتور، مي سيت فواسي الجهاز إزالة الرجفان في وسط بيس ميكر. اي مش بيس ميكر، سي ان ديفيبراتور. داكو، نحطوه له كيف البيس ميكر وقت اللي باش يعدل وقت الرجفان يرجعها لبقعتها. دونك ديما معاه. معناها هذاك الرجفان الداخلي، نحن كنا نتحدثوا على جهاز ازاله الرجفان الالي الخارجي اللي مش نتحدثوا عليه توا، وعندك جهاز ازاله الرجفان الداخلي. دونك نجموا نتفادوا، ومع هذا وقت اللي القلب يوصل معناها اخر درجه حتى ازاله الرجفان ما عادش تنفع، لانه في الموت عند المريض بالقلب يجي اما 50% بالرجفان و50% القلب يموت بشويه 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 لين يحبس وحده. ايوه، اللي العضلات ما عادش العضلات ما عادش. ولذا اللي خاصه اللي عنده امراض قلبيه يعرفها يلزموا معناها يلزموا فحص طبي كل شهر، هو الطبيب نتاعو والمختص في الامراض القلبيه نتاعو باش يعرف وقتاش يلزموا هالاباري هذه الجهاز الداخلي لازاله الرجفان باش يعملها له قبل ما تقع له الحادث. اذا دكتور هذا يكون معلن قبل، معناته نجموا تعرفوه وتنجموا تتوقعوه، لكن الناس اللي ينجم يكون سبب من هالمشكل نتاع الموت الفجئي انه عدم اخذ الدواء في وقته، انه ينجم يبطل وحده، انه هل هذا ينجم يكون سبب؟ اي يكون سبب. علاش؟ خاطر ثم ادويه ياخذوها معناها المرضى نعرفوا اللي نقصوا من نسبه الرجفان القلبي. إذا كان هو يحبسهم
بتابلوكون ولا كوندارون نعرفوهم اللي هم ينقصوا خطروا الدم واللي ما يخطروش الدم لا ينقصوا من من, من نسبه الرجفان نقولوا نسبه الرجفان استيعاب الدقات اي استيعاب الدقات 10% يولي 5% و300 تنقص في النسبه امت معناها الحاجه الوحيده اللي تنقص ولا تزيل الرجفان هو وقت اللي يجي تعمل الصدمه الكهربائيه بالرجفان هذا بجهاز إزالة الرجفان الداخلي باش تحبسها وجنرال المرضى عندهم الزوز عندهم الدواء الدواء باش ينقصوا في النسبة وعندهم الجهاز إزالة الرجفان الداخلي باش كي تجي يعمل له الصدمة الكهربائية ويرد معناها الريتم تاع القلب كيف ما يرجع كيف ما كان دكتور أهلا هل الموت الفجئي هذا اللي يصير أو السكتة القلبية اللي تصير تنجم تصير لنا في أي مكان هيا شوفي وقت في الشارع وقت اللي تشوفي مكان عمومي وقت اللي تشوفي معناها السكتة القلبية اللي تجي في المستشفى قليلة جدا بالنسبة اللي تقع البرة علاش مستشفيات الكل فيها هذه في بلاداتها خاطر حياتنا مش في السبيطار فهمتي حياتنا البرة دونك هي بما تقع في الحياة والحياة نتاعنا البرة دونك السكتة القلبية أعظمها ظهر لي 90% والأكثر تقع البرة في مكان العمل في الطريق وقت اللي تشوفي ستاتيستيك معناها الدراسات اغلبها تقع في داره في بيته ويخزر التلفزه ويخزر الماتش ويخزر دونك هذاك علاش يلزم نتحدثوا على الجهاز هذا ازاله الرجفان يلزم يكون في قريب هذاك علاش سالت انا في الاماكن العموميه معناها اليوم هل احنا عندنا قلنا تحدثنا مع قلنا على فما الملاعب كرة القدم اللي تو موجودة تقريبا عشوائية أنا نقول القائل ما تعطيه رخصة باش يحل باش يعمل تيران تاع فوتي يلزمو يحط القانون هذاك علاش قانون هذاك انت اعطينا ساعة على الجهاز شنو هو ساعة قبل ما نتحدث على القانون شوف ساعة الأهم الساعة يزم يعرفوا أيوة يزم نعرفوا وقت اللي وقعت برش مرات واحد يعمل سكتة قلبية لاعب يعمل سكتة قلبية في الترن والناس كل دائرة به ويخزروا له ويستنوا في الطبيب اللي يجي ومرات حتى الطبيب هو يبدأ يخزر معهم أي يلزم ثلاث حوايج أول حاجة تتصل بالإسعاف خاطر ماكش تبقى أنت وحدك الحاجة الثانية هي نسموه التمسيد المساج المساج كاردياك المساج كاردياك بصفه معينه مش نابورت كومو يلزمك تحط يديك الزوز تحط يديك الزوز على السترنوم ميسالش قد وري هنا خلينا نزيد نشوفه با ميسالش يدويا لما حال المره هذه يدويا يدويا بو اي يلزم المساج اي الزوز هذيك شفتها المساج المساج هذاك يلزموا تاع الاسعافات الاوليه يتعامل بالصفه كي لي بوشا بوش لا لا مثلا نحيناها البوشا بوش نحيتوها البوشا بوش معاش تس نحل يلزموا بار كونتر وقت اللي يعمل لك التمسيد هذاك يلزموا وقت اللي ينزل على السترنوم يهبط على القلب 5 سنتيمتر او موان 5 سنتيمتر باش يكون حتى ال 10 سنتيمتر المس ومن بعد ويلزموا يعمل 100 في الدقيقه 100 فوا بار مينوت ويلزمو ستيرنوم يهبط على الاقل 5 10 سنتيمتر ويلزمو يستعمل ديفيبريلاتور اون اتوندون ستيرنوم شنو تقصد تفسر لنا ستيرنوم هذا العظمه اللي في الوسط شو اسمها هي صدر المريض صدر اللوحه الصدريه اللوحه الصدريه يلزمك اللوحه الصدريه تهبط ويلزم يستعمل بعد في اقرب وقت جهاز ازاله الجرفان هاك الجهاز هذاك اللي هو قلنا يلزم يكون موجود في لي تيران في الملاعب كره القدم او الملاعب الرياضيه يلزم هذا الكل عايش اختي يستعملوا في 3 دقائق اذا كان ما بدتش في ساعه يخلط في ساعه لا وين يبدا موجود هو ساعه يلزم يبدا في في الموجود اللي تستقبل العموم وثم مؤسسات مخترة نعرفوها مخترة يقع فيها الحوايج هذه يلزم الجهاز هذا موجود إزالة الجرفان وهو يلزمه مبين معناه المكان نتاعه مبين ظهر ظهر كيما باش نطفيو حريقه معناها فوالا اكزاكتومون يلزمه استعماله سهل باي لازم الناس مدرب عليها لا ثم في كي تمشي باغزومبل البلاصه فيها الجهاز ثم واحد برك مدرب عليه اما هو ما فيها سهولة تامة معناها التقدم التكنولوجي عمل لنا جهاز إزالة الرجفان أي واحد ينجم يستعمل أي واحد تعمل تنزل على البوتون يقول لك شو باش تعمل بعد
يقول كان انزل على الاولى تنزل على الاولى انزل على الثانيه تنزل على الثانيه انزل على الثالثه تنزل على الثالثه ويتكلم ويتكلم يلزم الناس كل تستعمل روبوتيزي ويلزموا ديما معناها في حاله تشغيل هكا ولا معناها مش وافي مشرجي معناها يلزموا ديما مشرج ويلزموا معناها 24 على 24 ساعه وسبع ايام على سبع ايام خاطر ما ثمش وقت يجي فيه الرجفان وقت ما فيش وجوه فهمتي يلزم المكان بتاع موبايل ريفليكس وظاهر يبدا يكون قريب يلزم قريب يلزم يا لا يلزمك انت وقت اللي تدخلي توا لازم تمشي حتى كي تمشي المطار في مطار تلقاه وين تمشي تلقي معناها سمبول فما سمبول ويوريه الكوين لازم الناس الكل تعرفوا لازم الناس الكل وين تمشي في المطار باش اللي اقرب واحد هو اللي يستعملوا اقرب واحد باش اقرب واحد لازم يستعمله ما اقرب واحد يلزمه يبدا ساعه يتصل بالاسعاف ويبدا المساج ويستعمل الرجف جهاز إزالة الرجفات. به هذا خليك تقدم مشروع خطأ. تنقيح إيه. لقانون شو يقول القانون؟ القانون هذا هو قرار وزير الداخلية مؤرخ نهار 6 سبتمبر 2013 احفظتها بال احفظتها يضبط محتوى دفتر السلامة أنت وقت اللي تعملي حاجة يلزمك السكور تنجم تجي هكا ولا دونك ثم دفتر السلامه يلزمك وين دفتر دفتر السلامه هذا يلزمك والحاجه الثانيه هو في الـ في الـ في الـ في الـ في التقرير هذا والقرار هذا يضبط زاد البناءات والمؤسسات المعنيه ونحن الاقتراح نتاعنا هو تنقيح للقرار هذا بانه ثم دفتر السلامه والبناءات والمؤسسات المعنيه نعرفوها دونك لازم نزيدوا هذا قدمته في مجلس النواب للجنه نزيدوا كان جهاز الازاله في دفتر السلامه قدمته ومكتب المجلس عداه لجنه الطاقه لجنه الطاقه رداته لجنه الصحه صحه والمكتب ما حبش يعطيه لجنه الصحه قال يلزموا لجنه الطاقه ورجع لجنه الطاقه وتوا كلمت رئيس لجنه الطاقه سي عامر العريض وقال لي سالا في جان في معناها يتعدى وان شاء الله يتعدى شو يولي موجود في الاماكن العموميه يلزم يكون في الملكه وكل واحد عنده رخصه باش يعمل ملعب رياضي يلزمه قاعه رياضيه لازم قاعه رياضيه مغطاه او غير مغطاه يلزم مغطاه او مغطاه معناها كيفاش بروفيزور ولا لا شنو بروفيزور هو مؤقت ولا لا مؤقت ولا لا وثم زاد وقت اللي تعملي في, في 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 اماكن وتلمي 300 واحد في المكان اللي تلمي يلزمك زاد يلزمك جهاز ازاله الرجفه اللي فيه تلمي فيه اكثر من 300 شخص كيما اماكن العمل توما مش موجود في اماكن العمل الناس الكل اللي نحن ونسكنوا عاش التلفزه فيها ولا لا؟ انت قولوا لي لا ظهر لي ما فهمتش ما ريتش خاطر كنت فيت التلفزه مطار فيه قرطاش فيه اي مطار فيه اما التلفزه وكان جيت فيها راني ريتها فهمت اول ما لاحظت ما فيهش ياخذت القانون في جانفي دونشري يلزم انت مره هديته للمجلس هديته للمجلس المجلس ما فهمش للتحسيس وكنا نحكي لك موجود ولا لا حطوه في بقعته فك علينا من المشاكل اذا يستنوا في القانون باش يحطوه في بقعته ربي يقدر الخير والله مكالمه هاتفيه ناخذوها ونواصل الحديث معنا مفيده من غار المرح مرحبا بك سيده مفيده الو على السلامه مرحبا تفضل معك دكاتره وبيك عايشك شخصي عايشك تفضل على السلامه دكتور على سلامة دكتور لاخر المرحلة نسيت على زوز دكاترة دكتور عبد السلام ودكتور غنام على سلامة مرحبا بكم تفضلك بربي أنا عندي بنتي عمرها عام إيه ومريضة عملت لها زوز عمليات في فرنسا المرض نتاعها مالادي ميتخالها شتي بيت خي سيفيغ وخايفة ما نعرفش كي شفتكم توا تحكيو على الموت الفجئي والكل ساعات هكا تجيها حاله وانا كي هزيتها لرابطه ياسر الرونديفو بعيد برشا سي موا نعرفش ساعات هكا تجيها حاله وانا ما نفهمهاش قعدت هكا مضطربه عليها خايفه عليها تجيها الحاله هذيك ولا لا سي سي شوفي اقعد معنا سيده مفيده شوفي عشوقتي الساعه ما تخفيش مسكت القلبيه عند بنتك ولا ولدك اللي عمره عام خاطر هي عندها ان مالادي فالفولير لا ميتخال وين اشتي ابي شوفي اي وما نجموش نجاوبوك بصفه معناها دقيقه على خاطر ما شفناش لا المريض ولا لي كونتروندو نتاع الاطباء ولا الكونتروندو نتاع العمليه اللي عملوها
اما اذا كان في الرابطه ما انا مش نعم في الببليسيتي لصديقي سي عبد السلام. اما سي عبد السلام هنا هزي هالو والله انا نشوف هزي هالو سي عبد السلام تعطيك نهزها. قولوا لي هو وين بالضبط نهزها؟ اسمعني انا على فكره سامحني هي مركبه باتش راهو تو في القلب. اي باتش خاطر السكرول خاطر لازم زاده 6 اشهر هي اون كروسونس. اي اسكو يستناو القلب يكبر معناها هذه ماذا بينا نفسروا لها. شوف مدام انت مستشفى الرابطه عنده ممكن احسن قسم في امراض الاطفال امراض القلب الاطفال. اي هما يعطيهم الصحه وهما اللي بعثوها لفرنسا. اسمعني ومؤهلين خير مني على خاطر هو في حد ذاته اختصاص. اما بقى اللي نحب نقوله لك انت تو بنتك ما شاء الله عليها هزوها لفرنسا وشقولها على خاطر عمليات دقيقه القلب يبدا صغير والعمليه تبدا دقيقه. والعملية الحمد لله صارت توا باش تصير المتابعة قلب بنتك باش يكبر بشوية بشوية يقعدوا يتبعوه. احنا عند الصغار نحاولوا وماكسيموم نحطوش دي فالف ميكانيك خاطر فما صمامات اللي هي صمامات ميكانيكية ما تكبرش كي القلب والصغير تاعو يكبر. دونك المتابعة هذه راهو ما تطلبش انه صغير يكون رقد في السبيطار على طول، لازم تقعد بحذا ولدها ولازم تعيش ولازم تكبر ولازم تقرا فلازم تكون حياتها شبه عادية. هي خافت منها سامحني دكتور هي أي. توا صافا تحسنت يعطيك الصحة وبديت تعطيني في الميزان نتاعها وكل أي. لو انا طبيب اللي في فرنسا قال لي يلزمها تبدل الفالف في العام ونص. يعطيك الصحة وقت اللي يبدلوا لها الفالف باش يحطوا لها فالف اللي هي فالف بيوبروتيز ممكن من انسان اخر ويحطوها الفالف هذيك، الفالف هذيك تكبر مع القلب. بقى باش ما نشخصوش احنا الحاله وما نجموش ندخلوا في امور دقيقه، راهو الاش تي بي اللي عند بنتك اللي هي ارتفاع الضغط في الرئه يتيح بشوي بشوي تبدا الفالف لاباس، تحط الفالف نتاعها تكبر من بعد. المشاكل هذه مالوغوزمون تكون موجوده تتطلب متابعه لصيقه، اما كل ثلاثه اشهر او كل سته اشهر ديما الطبيب هو اللي يحدد. راهو كان قالوا لك سته اشهر معناها سته اشهر كافيه. انا دكتور خايفه شويه سامحني قسيت عليك خاطر كي انا كلمت الطب نتاعها اللي كانوا يتبعوا فيها في فرنسا وديجا منهم توانسه قالوا لي راهو الوقت ياسر طويل، قالوا لي ما بنتك يلزمها قالوا لي اوموا مره في الشهر تتفقدها. بالله فين شقوا عليها في فرنسا عايشك؟ في باريس في الماريلانيلون. في ماريلانيلون في 92 أيوة. نجم نقول دكتور الجراح نتاعها ولا شنو سامحني؟ نجم يعني نقول على الجراح نتاعها ولا اي 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 دكتور محمد لي. محمد لي اللي هو قرا في سوسه واصله موريتانيا. اللي هو قرا في تونس كانه تونسي. نعرفوه بالكدا. توا 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 اللي خذت السيرفيس في ماري لونغ اسمها مريم كارا. بنت سي بها. اي بنت سي كارا سعيد كارا اللي من وهران. دونك شفتي انت حتى مشيتي لفرنسا لقيتي توانسه وتزيريه. توانسه وتزيريه كلهم ما شاء الله عليهم خاصه التوانسه. سيده ما شاء مفيده الله انت قلت عام ونص ويبدلوا لها هكا ولا لا؟ اي انت تو تحكي على الرونديفو تحكي على الرونديفو بعيد برشا. لا هي نتاع العمليه نتاع العمليه انت تحكي على الست اشهر تاع العمليه. هي تو عام بالضبط هي عام وقالوا لك في عام ونص تبدل البال. عام ونص هي هاو ست اشهر ويجي تبدل. لا لا ما انا ما فهمتنيش انا هزيتها لويت اوت عطاوني قالوا لي باش ترجع في العام الجديد يعني انا شهر اخر باش نعاود نهزها عندها تويكا سانك مو ما شافوهاش رابطه. فهمت على ذاك انا متقلقه عليها ما صار لها شيء انت ما صارت لهاش حاجه غير اعتيادية قلت برك الله الوزن نتاعها قاعد يزيد قاعد يزيد والله ما نكذبش عليك مدام عواطف قاعده نهز فيها بالفلوس راني انا قاعد خايفه عليها خاطر الجراح نتاعها قال لي ما تخليهاش سي موا برشا عليها. شوفي على هذاك عاش اختي شوفي تو نشوفوهم شوفي اونتين خلي الادريسه نتاعك ولا نمر وين نجموا نكلموك واذا كان نجموا نعاونوك ما ثم حتى مشكله خلي خليك باش نتصلوا بيك ان شاء الله حتى في ماري ليون لونغ نجمو نعاونوك. اوكي عايشك بارك الله فيك نحب خاطر انا نهزها باش تعاود تعمل العمليه نتاعها نتاع العام ونص. انا ها باش نكلموا جماعه الرابطه نشوفوا. والله حاولت راهو مش نعمل لك الببليسيتي راهو والله خويا شوفوا الرابطه ساعه علاش شوفوا الرابطه طبتها خاطر لازم نقعدوا ديما مع الطبيب اللي يتبعوا فيه. لا نعرف حتى طبتها اللي في الرابطه ما شاء الله عليهم لا لا كبار ما شاء الله عليهم شير برشا لا لا يسون تخي بيان في الرابطه تبارك الله عليهم تم حتى مش نشوفوا مع الرابطه. وانا مدام عواطف انت جبت حتى الشيف سيرفيس نتاعهم وحبيت نحكي اما انا ما نجمتش نتصل بيك المرات اللي فايته عارف كيفاش جبت دكتوره فاطمه ورده وقتها هات نشوفوا انت نطلبوها لك ونشوفوا كيفاش تنجم تعاود تشوفها قبل ما تبدا العمليه.
باهي وانا تعمل عمليه ان شاء الله باللطف عليه. يعيشك بالسلامه. سلامه سلامه. اذا نواصل. ايوه نواصل وقائيا في انتظار القانون. شنو لازمنا نعمل باش ما يصير لناش موت فجئ دكتور؟ اول حاجه نبدا مع سي بلعب. تفضل سمحني. ألوغ وقائيا شو لازمنا نعملوا؟ فما وقائيا فما التوقي اللي هو مهم جدا في تونس. دور فما مؤتمر من جمعية أمراض القلب، ما فما مؤتمر قامت به جمعية تصلب الشرايين للتراء. وقامت بإحصاء فذة، خاطر في العادة الإحصائيات تعملهم مدام رمضان من وزارة الصحة ولا عندنا البنك مونديال ولا ساعات الواماس اللي يعملوا الإحصائيات في تونس. الإحصائيات تعملوا لحد الآن على 21 ولاية من 24 وشملوا 11,000 تونسي يعرفوهم تو التوانسة في الجمهورية كل القافلة متاع لاتيراس مع الجمعية. قداش عندنا نسبة توا عوامل الاختطار لي فاكتور دو ريسك دي مالادي كاردو فاسكولير. التونسيون في تونس اللي يسميوها التونسيون ليبرتونسيون ارتفاع الضغط موجود عند الشباب فوق العشرين سنة إلى مدى 79 سنة 50% من الشعب التونسي. رقم مهول مفزع مفزع. 50% من الشعب التونسي، ثلث من 50% هذوما في بالهمش اللي عندهم التونسيون، اللي هي الإحصاء معناها الكارافان هي اللي فقط اللي عندهم التونسيون وما عندهمش دويات. الثاني حاجة عندنا 40% ارتفاع في الدهون والكوليسترول اون بارتيكولي اللي هو سبب قاتل على طول الأمد. والسبب الحاجة الثالثة 18% عندهم مرض السكري. معناها كان نحبوا نعملوا وقاية راهو لازمنا نبداو بصغارنا. راهو ما عادش من اللي يقتل في تونس هو لي مالادي انفكسيوس، وكان لو كان هما موجودين مازالوا يقتلوا، اما بقى يلزمنا نبداو بالصغيرات نتاعنا. راهو بالجيل نتاعنا راهو التوانسه ناكلوا في برشا ملح، راهو لازمنا نقصوا في الملح، راهو الخبز نتاعنا ملح برشا، راهو الماكله نتاعنا ملحه برشا. يلزمها المراه التونسيه تكون واعيه كيما المراه التونسيه كانت سباقه. ويظهر لي انا لو فون دو بروغرام سي المراه التونسيه هي اللي صار فيها البروغرام تاع تحديد النسل. راهو مس المراه التونسيه، راهو المراه التونسيه صار فيها برنامج الوقائي نتاع التلقيح عند الاطفال، هي اللي تهز صغارها للتلقيح الطب المدرسي. المراه التونسيه زي ما تعرف الان اللي راهو كي تزيد الملح لصغارها والسكريات وارتفاع الملح والسكريات في الـ في الـ في الاكل نتاع الصغار، راهو هذاك من الاسباب الاساسيه لامراض القلب اللي احنا نسميوهم بالانجليزيه نون كوميونيكابل ديزيز ولا الامراض الغير معديه. الامراض هذوما هما السبب الاساسي نتاعهم السكر والملح، وطبعا عدم القيام بالرياضه وكل شيء. دونك راهو احنا معناها نستجديو المراه التونسيه، خاطر ما فماش برنامج ناسيونال لحد الان، وراهو الحاجه معناها ولات ملحه أن وزارة الصحة تقوم برنامج ناسيونال، برنامج قومي، برنامج وطني للحماية ضد أمراض القلب. دونك هذايا نسميوها لا بريفونسيون بريمورديال قبل ما يصير المرض. ومن بعدها وقت اللي يصير الجماعة اللي الشباب اللي يعمل رياضة وكل شيء لازم يكون فما دي ستركتور اللي مهيئة. مهيئة اش معناها؟ فما طبيب رياضي، طبيب رياضي يكون متكون هذا موجود. في الطاقم الرياضي اللي هو يكون مؤهل هذايا موجود. وثالث حاجه يلزم كما قال بكريكا سي غنام لا جيستيون دو لاكسيدون سيغ لو تيران، معناها طريقه التعامل على التيران على الميدان تكون مفعله. ماكينات هذوما نحطوهم سي بيان، مي راهو حتى في الولايات المتحده ماكينات موجوده ممكن عمرهم ما استعملوهم ما يعرفوش يستعملوهم. التكنولوجيا تطورت تلما اللي الماكينات هذوما يخبوا حدهم، تحط لي باتش على المريض تنزل على بوتون يتكلموا كل شيء ويحميوا اوتوماتيزي. دونك احنا في 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 تونس لحد الان البرنامج الوقايه مهم. برنامج الوقايه هذايا بالطريقه انك التعامل مع الحدث على الميدان يكون مهم، والمداوات اللي هي معناها رايي الشخصي المداوات في تونس من عشرة اسم محمد غنام خاطر هو تونسي وفرنسا، المداوات تحسنت برشا في تونس. معناها نسبه الوفيات راهو انخفضت تماما، حتى اذا كنا نشوفوا في البرامج التلفزيه الاطباء والاطباء بهم ومات بالاطباء. التوانسه ملي كان انسان يموت في الدار والمراه تموت على النفاس في الدار، ولينا توا نرفضوا الموت حتى في المستشفيات وكل شيء. وهذه حاجه راهو صحيه، حاجه عاديه انه الانسان يولي يحاول يحافظ على الحياه نتاع الاهل والقريب نتاعه وكل شيء. وبطبيعه التعامل مع الاشياء هذه يمر انه الانسان اللي جيه وجيعه راهو يلزمو يمشي للارجنس، راهو يلزمو يعلم العزوف راهو على الارجنس راهو مش
كيش نقولوها العزوف انه الانسان يمشي لورجانس ولا يستدم ميدسان جينيراليست نتاعو راهو سي با جوستيفي. اي وجيعه في الصدر اللي هي عندها علامات الذبحه الصدريه للضغط على الصدر وكل شيء، الانسان كيف يمشي راهو للاقسام الاستعجاليه نسبه الوفيات نتاعو تطيح بنسبه مهوله جدا. اكيد. دونك هذوما اشكال التعامل اللي موجوده حاليا. هذا اللي لازمنا نشدوه في مخاخنا باش نتفاداو. دكتور ناخذ مكالمه من القيروان ولا ناخذ جوابك؟ كيف ما تحبي انت. ناخذ قيروان. خذي خذي. قيروان بلادك. لازمني ناخذها. سيده نجات مرحبا بك. عسلامة السلام عليكم. مرحبا بك. عسلامة. تفضل تفضل معك دكاترة عايشك مرحبا بك. تفضل. يعيشك بارك الله فيك. عايش. والله نحب نحكي لكم على حياتي بالضبط. قول تفضل. أنا عندي عامين التالي نحس بروحي ما نجمش نمشي. مشيت للدكتور هنا وكأني نسكن برا بريف القيروان. مشيت لهنا الدكتور قال لي لازمك تعدى طبيب القلب تو في القروان ابن الجزار. مشيت قال لي عندك ثقب في القلب. قداش عمرك؟ القلب. عمري طويك 39 سنة. ما فقت بيك انت توا؟ ضغط في القلب. ما فقت بيك انت توا معناها نقبة. الله غالب. اي الحمد لله عليك لاباس. مشيت ما عدوني السهلول مش نعمل عملية. مشيت عملت العملية عملها لي الدكتور شكري قرطاس حتى سميته باسمه معناها شو مدامهم في البيبليك سميلي مدامهم في المستشفيات الجامعية هاي مش نحكي لك على كل شيء معناها مش كونسي دو لوردر ما يعرضنيش في الدور هاي؟ هاي لا 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 اسمع كيفاش عملت العملية رجعوني للسبيطار من الجزار للقروان تعبة برشا تعبة بالعملية برشا قال لي شنو اللي عندك يجوا يعملوا لي في التلفزه قالوا لي ما عملتش عمليه هكا كيما العاده هو الثقب هو هو يا رسول الله يا ربي انا يعني ما عملت العمليه كي انا وصلت مش نموت اصل وما صدق ربي معناها عملتها العمليه قالوا لازمك عمليه اخرى اي ورجعت للطبيب نتاعي رجعت للطبيب رجعت للطبيب نتاعي قال لي لازمك تصبر ساعه حتى وين يفوت العام او بعد العام مش نسكروا هالك بالراي لقيت الفالفوات تاع مين مش مصلحين هي فهمني انا راني صلحت الفالفويت تقنعت بكلامه ورجعت معناها واني الماشيه والجايه ما نجمش وما عنديش هاك الانسان اللي بيا ولا حد بحذايا ولا حتى الصغار ما عنديش يعني دوب راجلي معناها وكل شيء اي المهم اختي قاعده طويلة نمشي عليهم ونجي ولا حسيت بروحي ابرك شويه اما الكحه ونحس بقلبي من داخل اكلي دقه قويه برشا مرات عادي يعملوا لي راهو الدقه نتاع القلب نتاعك راهي 45 معناها ضعيفه خلاص رانا يلزمنا نركبوا الكفيله كي نسكروا الثقب نركبوا فيله لا تسكر ثقب ولا ترك علاش قلت لهم انتم كي عملتوا لي العمليه الاولى علاش ما سكرتوش الثقب وركبتوا لي فيله فرد مره على خاطر عمليه صعيبه برشا وكل شيء. هاو باش يفسروا لك الاطباء هاو باش يفسروا لك. هاو باش قالوا لي الفيله ما تركب كان الداخل في القلب. ايه. في العمليه الثانيه اني ما نجمتش باش نمشي نعمل عمليه اخرى لاني تعبه مازال الجرح حتى لحد الان عندي عام ونصف تو لحد الان الجرح حي لطو فيه الماده. على بدني ما عادش يتحمل لا فصمات لا حتى شيء. شوفي. شوفي عش اختي انت النقبه هذه اللي في قلبك. اي. هي في العمر نتاعك انت سما سيا معناها ما بين لي دو زوغيات مش في لي دو شوما. اي مش في دو فانتركيل. باهي. في الزوغ ما بين البطينين. ما بين لي دو زوغيات. الاذن نو نو سي نسيا ما بين لي دو زاريت باسكو سي سيتي لي دو فونتركول راهي راهو عمل لها اي لا راهي تعبه من قبل تتعب قبل ما بين الاذين الايمن والايسر الاذين فوالا الاذين بين الاذينين ما بين الاذنين تاع القلب الاذين ما بين الاذين باه توا هذيك محسوب وحقهم يفيقوا بها قبل خاطر هي فقت بها مخر فقت بها مخر وقت اللي نفيقوا بها مخر شويه يمكن حتى العمليه ما تكون صالحه ولا نافعه 100% لا الا باش يسكر له الثقب يعني يزي النجم يشوف شنو ينجم يعمل لا حتى كي يسكرها مليح طرد المره يمكن معناها ثم شويه عواقب مش ترجع كانها ما عندها حتى شيء فهمتي معناها عادي اللي صار
اللي حتى الان اللي تحكي فيه هي يمكن يمكن عادي، اما لازم نشوفوا على الاقل الدوسي باش نشوفوا اش عملوا لها اكزاكتومون. خاطر هي تقول لك انا حلوا لي قلبي وما سكروهاليش. تفهمني دكتور، خاطر مش كيما طبيب يعرف اش عنده، يعرف شنو حل وش لقى وش حط. زيد ما نتهكموش زيد على نقولوا طبيب حل لي وعمل لي زوز عمليات. لا يلزمك مع شختي، مع شختي انت تعرفي اللي يلزم. نحن كاطباء نعرفوا اش يقول المريض واش يقول الطبيب. مرات المريض مش هو طبيب، يفسر لك بنوع اخر اللي مش هو النوع اللي في الحقيقه موجود. ولذا نحن نفسر لها توا في الواقع، معناها اون جينيرال في الواقع اون جينيرال، وقت اللي عندك هالنقبه ما بين الاذنين قد ما توخر في العمر وتصلحها قد ما يمكن، معناها تقع شويه عوائق ضعفات شويه تعب ما ترجعش كيف قبل. إذا كان النقبة مازالت كيف ما قالت هي محلولة، توا ثم معناها إمكانيات باش تسكرها من غير ما تحل، معناها هي تحكي على السيكاتريس اللي موجودة وكل شيء تنجم، ومعناها قلبها يدك على 45، إذا كان يدك بصفة عادية في 45 في الدقيقة معناها مش مشكلة كبيرة. شنو بصفة عادية شو تقصد؟ ثم ناس 45% تاخذ السبورتيف. ما شويه. اي ما ثماش شويه. معناها تاخذ ان سبورتيف. ما تسماش شويه معناها. ما تسماش شويه. مش يلزمها بيس ميكر، فهمتي؟ واذا كان ال 45 بالنسبه لحالتها هي. بالنسبه لحالتها هي ماهيش معناها دقات عاديه. خاطر مش الريتم برك مش هو 45، ثم معناها يدق 70 وموش عادي. وثم يدق 30 وعادي. يجب نعرفوا الدقات نتاعها ال 45 في الدقيقة عادي ولا لا. والله أنا سامحني حتى دكتور معناها قصيت على كلامك. بالنسبة لبعد العملية يعني طالت المدة شوية لطول حتى الآن، وليت نحس بروحي خاصة في الصيف، في الشتاء تولي كحة ونتعب شوية برودة شوية، لكن في الصيف الصيف اللي تعدى أبرك شوية، حسيت بروحي نمشي ونقضي ومعناها طيب ونعمل برشا حاجات. نقول ربما انا وقت اللي نرجع، وقت اللي نرجع للطبيب الدكتور ناجح بن حليمه ولا الدكتوره يسرى في جامعه نور الجزار المسؤولين يقولوا يلزمك عمليه اخرى. قلت لهم جاي نجمش نعملها في كلينيك، يعني كان عمليه صغيره ويمكن يبدا الطبيب باختصاصه معناها نتاع عياني كل شيء. وعليه تحب في كلينيك انت؟ لا انا قلت معناها شوف كانوا ثم طبيب راهو اختصاصه المرض نتاعك. سيدة نجات اقعد معنا باش يجيبوك. شوف سيدة نجات انا باش نحاول ندخل على خاطر شوف كما قال الدكتور غنام بكريكا داكو، كما قال الدكتور فما انواع من الثقوب، فما الثقوب اللي هما بين الاذينين وفما الثقوب اللي هما بين البطينين. الثقوب اللي بين الاذينين راهو جينيرالمون ما يضروش ونفيقوا بهم، حتى اذا كان فقنا بهم بطريقه مؤخرى ما يعطيو ديزانفيكسيون بيلمونار ريبيتيسيون، ما كيبدا الثقب كبير نحاولوا نسكروه. انت مستشفى سهلول من المستشفيات الكفء جدا ونجموا يسكروا بطريقه ساعه بدون عمليه. إذا كان قالوا لك لازم عملية، أعرف 100% مش ممكن على خاطر البروتيز اللي يحطوها في التكوين. مش ممكن بلاش عملية. مش ممكن ما غير عملية. وإذا كان قالوا لك عملية معناها لازمة. والثقوب اللي موجودة في أماكن أخرى، ثم الثقوب اللي نجموا نسكروها ما نجموش نسكروها حسب الحالة نتاع الرئة وحسب الحالة نتاع كما قال توا سي غنام لاش تي بي، فما بريسيون كي تطلع في القلب لازم نسكروا الثقب، وفما بريسيون كي تبدا مقبولة نجموا نسكروا الثقب. دونك هذا دوسي ممكن متشعب. أنا اللي ننصحك به عندك انت تو قسم سهلول اللي هو قسم كفء جدا، راهو هذا معناها ازن ما اقول. نعرف نجم تمشي لهم. نعرف انه سي طبيبك في القروان اللي انا نعرفه شخصيا اللي هو كفء جدا، انا اللي ننصحك به ما تبدلش برشا الطب على خاطر المريض التونسي نمشي شويه بريفي نمشي شويه بيبليك وتضيع راهو ما بين عديد الاراء. انا نصيحتي ليك واحده برك، شد طبيب برك وشد قسم برك اللي هو طبيب قلب، راه مش نحكي على الجراح تو، يلزمك طبيب قلب. اللي يقوله لك طبيب القلب هذاك ماذا بيك تسمع كلامه ما تبدلش برشا، ما كانش امور تكون متشعبه وعرضه للتقلقات وللعوارض والمخاطر الثانيه. والله اني راضيه باللي اللطف عليك ان شاء الله. ان شاء الله لاباس. يعيشك بارك الله فيكم سيدي. باللطف عليك وكما قال لك تبع الاطباء نتاعك وكما يلزمك تشعرهم اللي انت كانت قلقه ولا حاجه. سامحني اختي عواطف، راني نمشي للطبيب كما نمشي كما نرجع.
تو حاليا نمشي الصباح اللي بين نروح العشيه ديما نمشي ديما نرجع ان شاء الله باللطف عليك. ما فماش حتى حل يا ما ان شاء الله فما ان شاء الله فما الحل. وكما قلت انت تو مع الطب هما يلزمك هما اللي تسالهم وتقول لهم راهو كي ويلزم يقولوا لك باش تروح شنو اللي باش تحس وشنو التعب اللي نجم يصير لك. داكور دو احنا ما عادش عندنا وقت هذاك علاش ما نجمش نزيد نخليك معنا لكن تو ناخذ تليفونك بعد وبتيتر يمكن دكتور غنام يعاود يرجع لك. اوكي نشكرك سيده نجات على تدخلك ونقول لك ان شاء الله لاباس وكل من حاول يتصل بينا وما نجمش يتحصل علينا. في ختام هذا اللقاء دكتور شنو تنجم تقول؟ عندك دقيقه فقط. حبيت نحكي معك في برشا حاجات. الاطباء انت ما تقري خارج حدود الوطن يعني في فرنسا وكذلك انت تقري بكليه سوسه والجمعيه الفرنكوفونيه اللي تاسسها سيادتك بامراض القلب والشرايين عملت برشا حاجات بالنسبه للتعليم ولشهادات بالنسبه لسبع بلدان افريقيه. فما شهاده اخيرا تحصلوا عليها كان بمدينه سوسه فما شراكه بيننا وبين هالبلدان هذوما لتحصل على دبلوم الشهاده في اعاده التاهيل مرضى القلب والقلب والرياضه. دكتور فما ايضا مشروع عقد شراكه اخر او عقد شراكه مع تور في فرنسا وسوسه كذلك كليه الطب سوسه. اي عندنا الفوج الاول اللي عام فات بين الافارقه الجو اي الجو يقروا في سوسه اخذوه معناها الشهاده نتاعهم 14 خذوا الشهاده نتاعهم وكونوا جمعيه في فرنسا في افريقيا. هذه الحاجه. والحاجه الثانيه هو كونوا العام هذا عندنا أكثر مسجلين، عندنا 22 تو مسجلين أفارقة ونبدو التدريس الدراسة في مارس وإن شاء الله العام اللي بعده أكثر. والكونفونسيون معناها شنو اسم الكونفونسيون شو اسمها؟ هذا التعاقد اللي الشراكة الشراكة ما بين تور وسوسة تو تعملت الساعة اللي معناها رؤساء الجامعات صحوا في تور وفي سوسة وهذه أخذت برشا وقت على خاطر هذه أول مرة تتعمل. ما كانتش يقروا الناس في تونس ويأخذوا الدبلوم تاعهم من فرنسا ومن تونس، هذه أول مرة يقروا في تونس دبلوماتهم فرنساوية وتونسية تونسية وفرنساوية يأخذوا زوز دبلومات معناها إداريين صعبة برشا وهذاك اللي أخذنا برشا. فما مشروع باش يصير مع كلية الطب في تونس؟ إن شاء الله إن شاء الله مشاريع جاية. إن شاء الله والطلبة الأفارقة خذوا الشهادة نتاعهم تاع هذه السنة؟ خذوا الشهادة نتاعهم بعثنا لهم الشهادة نتاعهم كان مجهول تونس شوية باش نوفي لهم. شكر جزيل لك دكتور غنام بارك الله فيك ونشكرك على قبولك دا ومرة أخرى الحمد لله عليك والحمد لله على سلامتك. بارك الله فيك دكتور سالم عبد السلام ما ندمتش اللي خرجت في القطاع الخاص؟ لا 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 ما ندمتش انا ممكن الحاجه الوحيده اللي لا يعني حبيت تقعد في القطاع العام حبيت تقعد في القطاع العام في الاول ايه من بعد هذيك وقت اللي الامكانيه وكانت مش ما عادش ممكنه الحاجه الوحيده اللي يندم عليها انسان كي يكون استاذ مبرز ولا استاذ في القطاع العام ويخرج هي اكل لي زاني دونسينيمون افكتيد ميديسين. تعرف كليه الطب في تونس سي غنام يقول لي نفس الشيء في فرنسا عندنا أهم معادلات أعلى معادلات كي تقدر تقري في أونفي في كلية الطب في تونس عندك كل بروموس كل أونفي في 200 عبقري قدامك وانت تقري فيها. شكرا لك دكتور شكرا كلمة واحدة أنا ولا خلي خصي أما ندمت هو ما ندمش أما ندمت اللي خرج. شكرا جزيلا لك دكتور غنام على قبولك الدعوة وشكرا جزيلا لك دكتور عبد السلام على قبولك الدعوة وحضورك معنا إلى اللقاء.